ويجوز للمسلم أن ينذر لله عز وجل في مكان خلا فيه من الشرك أو من وسائله، سواء كان قبل ذلك أو فيما يستقبل. فلو أن إنسانا نذر أن يذبح شاة لله عز وجل عند جبل أجاز له، شريطة أن لا يكون هذا الجبل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيه عيد من أعيادهم، وهذا على سبيل الجواز ولا يندب الإنسان إلى ذلك. بل إذا نذر لله طاعة فلينذرها مطلقة دون أن يقيدها بمكان، وذلك لأن الإنسان ولا سيما المقتدى به إذا نذر في مكان ظن العوام أن لهذا المكان مزية على غيره، فلربما فتح على الناس باب شر. ولو نذر أن يذبح عند جبل وقد خلا من الشرك ووسائله، لكن لو ذبح فكان في مجتمع سيقتدي به ويرى أن لهذا المكان قدرا، فإنه لا يجوز أن يفي بهذا النذر، وذلك لسد باب الشرك.